فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، قلنا بفضل الحج تهيجا للمشاعر واستنهاضا للهمم لمن من الله عليه بالقدرة والاستطاعة أن يذهب إلى بيت الله الحرام فيحج البيت ويقيم هذا المنسك العظيم عبادة لله جل في علاه، إخلاصا لله جل في علاه، فيخرج من سيئاته كيوم ولدته أمه، بل ويزداد الأمر عليه برفع الدرجات والعتق من النيران، ويزداد غنى على غناه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. اختلف العلماء في قوله ينفيان الفقر، مع أنه نفقة، مع أنها عبادة مالية، كيف ينفي الحج الفقرة؟ قالوا أن يجعل الله جل في علاه في قلبه القناعة بما عنده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فقالوا أن يلقي القناعة في قلبه، والقناعة كنز عظيم من كنوز الإسلام. قال أن يبث الله في قلبه القناعة فيكون غنيا بهذه القناعة. والحق أن هذا لا ينافي أن يكون الغنى غنى ظاهرا بكثرة المال، نعم، لأنه لما أنفق في عبادة الله جل في علاه ينفق عليه. قال يا ابن آدم أنفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق بلالة ولا تخشى من ذي العرش إقلالة. فينفي الفقر بأن الله جل في علاه يكثر عليه المال زيادة حقيقية ظاهرة ويكثر له البركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ختاما لفضل الحج، في الحج تمام التسليم للرب الكريم سبحانه جل في علاه، فأنت تراه يلقي أو يرمي بالحصى ويطوف، وأيضا لا يدري ما الحكم فيما يفعل، وهذا تمام التسليم لله، يظهر صدق العبودية في ذلك. تفصيله إن شاء الله يأتي في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا